سلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب في رواقكم المبارك الرواق الجاوي بالحي السابع، قال: والنهي استدعاء الترك. وفي نسخة بدل أن يقول والنهي قال وهو استدعاء الترك. قال والنهي، وفي نسخة وهو، يعني في بعض النسخ والنهي استدعاء، وفي نسخة وهو استدعاء، والضمير يعود إلى يعني المذكور الموضوع المتحدث عنه وهو النهي. قال وهو، يعني هو اللي هو إيه؟ اللي هو النهي. استدعاء، الاستدعاء طلب، والطلب قدر مشترك بين كل من الأمر ومن النهي، غير أن فصل الأمر طلب الفعل، وفصل النهي طلب الترك، لكن المشترك بينهما أن كل منهما طلب. طيب، خرج به أي بقوله الترك، لأن الطلب استدعاء، والاستدعاء كما قلنا الألف والسين والتاء ليست للطلب، لأن الدعاء نفسه طلب. دعوتك إلى وليمة العشاء، يعني طلبت منك أن تحضر الوليمة. لكن لو قلنا بأن الألف والسين والتاء للطلب هتبقى إيه؟ طلب الطلب. هل النهي طلب الطلب أم هو طلب الترك؟ لا، طلب الترك. ولذلك وأنت تقرأ ينبغي عليك أن تدرك كل لفظ وما مجاله ومن أين هو وأين ذهب وأين رحل. خرج به الأمر، به يعني بالترك، استدعاء الترك، الأمر استدعاء الفعل، جميل. بالقول، الباء متعلقة بيا مشايخ، استدعاء، استدعاء بالقول، يعني استدعاء حاصل وكائن بالقول. وقصد بالقول هنا الصيغة الدالة على النهي بالوضع، وهي صيغة لا تفعل، لأنها الصيغة الموضوعة للترك للنهي. بالقول يعني إيه؟ يعني بلا تفعل، هو ده القول. ممن هو دونه، يعني الطلب ممن هو دونه، يعني الطلب الموجه إلى من هو دون الطالب. وأنت تقرأها وأنت تذاكرها لابد وأن تحدد هذا المعنى، ممن دونه، يعني الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، وهذا جار وماش على طريقة من يشترط العلو في الأمر ويشترط العلو في النهي، ويقول لا يسمى ذلك أمرا ولا يسمى ذلك نهيا إلا إذا كان الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، بناء على اعتبار العلو في مسمى النهي. يعني يقول بأن العلو جزء
من حقيقة النهي، فلا يوجد نهي ولا يتحقق نهي إلا إذا وجد العلو، فحيث وجد العلو وجد النهي، وحيث انتفى العلو انتفى النهي، فهو جزء في الحقيقة، كما أن الفاتحة جزء في الصلاة بمعنى أنها ركن. في مسمى النهي إضافة المسمى إلى النهي إضافة بيانية، المسمى الذي هو النهي، لأن المراد من النهي هنا حقيقته. في مسمى النهي يعني في حقيقة أو من إضافة الأخص إلى الأعم إلى الأخص، لأن المسمى أعم والنهي أخص. وهو رأي مرجوح، رأي مرجوح عند علماء الأصول، وهو أنه يعتبر في الأمر والنهي العلو، وسبق أن تكلمنا على ذلك وذكرنا فيه عدة مذاهب، وقلنا بأن الراجح أن العلو وأن الاستعلاء لا يعتبران ولا يشترطان في الأمر وكذلك النهي. على سبيل الوجوب يعني على طريق هو الوجوب، على صفة وحال هي الوجوب. وما معنى الوجوب؟ يعني الوجوب اللغوي أي الحتم والجزم. خرج به أي بسبيل الوجوب والأي الحتم طلب ما ذكر، اللي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، على سبيل لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب يعني بأن جوز الفعل، بأن جوز الترك. ما هو تجويز الترك يساوي إيه؟ يساوي تجويز الفعل في النهي، فاهمين ولا لا؟ تجويز بأن جوز الترك، ترك إيه؟ ترك الحرام. وكيف تترك الحرام؟ بأن تفعله، ترك الشيء يعني، يعني بأن جوز الترك. جوز الترك معناه إيه؟ يعني أن تفعله. جوز الترك معناه فعله، الفعل الذي منع منه. قال فإنه، الفاء هنا للتعليل، أي لأنه ليس بنهي. ظاهر هذا الكلام يقول بأن النهي إنما يطلق على المحرم فقط ولا يشمل غير المحرم، فإذا قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا فهمنا منه أنه حرام. لماذا؟ لأن النهي متى أطلق على هذا الرأي فإنه يكون حراما. فإنه ليس بنهي، وهذا الذي يقول بأن النهي إنما يطلق على المحرم فقط رأي مرجوح. هذا يؤثر معنا في فهم الموروث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رأي مرجوح. فالراجح، الفاء هنا يا مشايخ، قالوا الفاء فاء الفصيحة. إذا أردت أن تعرف الرأي الراجح الذي هو مقابل المرجوح فأقول لك كذا وكذا وكذا. فالراجح أن طلب الترك، الطلب المتعلق بالترك غير الجازم، الترك بقى ولا الطلب غير الجازم؟ غير الجازم، ده صفة للطلب، يعني الطلب غير الجازم يسمى نهيا كالجازم.
يعني إذا كان النهي على سبيل الوجوب سمي إذا كان الترك على سبيل الوجوب سمي ناهيا، وإذا كان الترك على سبيل غير الوجوب والحتم والجزم سمي ناهيا. فالنهي يشمل ما إذا منع من الفعل منعا جازما، وإذا منع من الفعل منعا غير جازم. فالنهي يشمل نهي الكراهة ونهي التحليل على هذا الرأي. وعلى الرأي الأول النهي لا يشمل إلا نهي الكراهة، نهي التحريم فقط، ولا يشمل نهي الكراهة. انتهينا من التعريف ومما يترتب على التعريف في عبارات لطيفات. شرع يتكلم بعد ذلك على مسألة مهمة متعلقة بالنهي. ما الذي نستفيده من النهي؟ هل نستفيد من النهي المطلق الديمومة على الترك أبدا، أم لا نستفيد منه ذلك؟ قال: وقضية النهي، يقول لك ولازم النهي، قضيته مش معناه، قضيته يعني لازمه، يلزم من النهي، يتعلق ويرتبط بالنهي تعلقا لا ينفصل عنه، أنه يلزم من النهي الديمومة على الترك. وقضية النهي أي ولازم النهي، يعني يلزم من النهي الديمومة على الكف أي على الترك. كف إيه؟ الألف والكاف، الألف واللام هنا رجع إلى كف النفس، ماشي، حاجات مهمة أوي. وقضية النهي الدوام على الكف ما لم يقيد بمرة، فإذا قيد بمرة اتبع التقييد وامتنع وكف كفا متعلقا بهذه المرة. فإذا قيل لا تسافر اليوم كان المنع متعلقا باليوم فقط، فلو حصل السفر فيه لم يلتزم بالنهي ولم يلتزم بالترك، وقد وقع في حيز المخالفة. أما إذا انتهى اليوم وسافر في يوم آخر أو في الليل فلا منع من ذلك، لأنه سار على مقتضى النهي. وقيل مطلقا، لسه في حتة كده نقول، وقيل مطلقا يعني وقيل قضية النهي الكف على الديمومة سواء قيد بمرة أو لم يقيد بها. وهذا الفرق بين هذا الرأي والرأي الذي قبله. فهذا الرأي يقول متى نهي الشخص عن شيء فإن قضيته وإن لازم هذا النهي هو استمرار دائم على الترك. فإذا قيل لا تسافر فقد منعت من السفر مطلقا، فلو سافرت في يوم في ليل في هواء في كذا في كذا حينئذ قد خالفت ولم تمتثل النهي. وإذا قيل لك لا تسافر اليوم أيضا كنت ممنوعا من السفر أبدا، وهذا اليوم أولى بالمنع. لا تسافر اليوم يعني لا تسافر مطلقا وبالخصوص في هذا اليوم. يبقى دول مذهبين. ستجدهم بفصهم ونصهم في المحل. فقضيته الدوام على الكف ما لم يقيد بالمرة، فإن قيل بها أنه لا تسافر اليوم إن فيه السفر مرتين إلى السفر قضيته. طيب
في ايه بقى؟ شفتوا؟ والله انا عايز ابين لكم حاجه مهمه. انا ليه بتابع مع المحلي؟ عايز ابين لك ان انت وانت بتقرا غايه المأمول بتقرا المحلي على جمع الجوامع. يعني الكتاب بيأهلك لجمع الجوامع وبيأهلك للمحلي، لأن المحلي الإمام المحلي كان هو السائد قراءة وإقراء وتدريسا، لكان من هنا ولا من هنا، والمحلي مصر من المحلة الكبرى. يعني مصر لها اليد الطولة في العلوم بأسرها، لا زيد ولا عبيد، أهو محلي أهو الزركاش أبو زرع العراق شراح الجمع. في حد تاني؟ مفيش حد تاني، ماشي. ولو في حد تاني برضك خد من المحل، شيخ الإسلام زكريا الأنصار، الشيخ الخطيب الشربين. عندكم حد تاني شرح الجمع وشرحه مطبوع؟ هم دول يا أولاد المحشين، الشيخ الإسلام العطار، وهي أعلى حاشية وضعت على المحل وطبعت في مجلدين. وكان الشيخ العطار كان يشرح الدرس في المحلي، كان يشرح الكتاب باعتبار الدرس، يعني يذهب إلى البيت يحضر الدرس واخد بالك، ويذهب يشرح الدرس للناس. يعني ألف الكتاب تأليفا موافقا للتدريس، كان تأليفه تدريسه. واخد بال حضرتك؟ ابن قاسم العبادي صاحب الآيات البينات، وهو بديع جدا جدا جدا، ولكنه صعب جدا 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 في الآيات البينات، من أعظم ما كتب على هذه الحاشية، على هذا الكتاب على المحل، في أربع مجلدات عظام، يعني بداخلها فكر عجيب وعظيم، واستعمال لأدوات أكاديمية عالية جدا، وفهم عميق لكلام المحلي. ألفه ليدافع به عن المحلي ضد العلامة نصر الدين اللقاني، لأن نصر الدين اللقاني ألف كتابا لانتقاد المحلي. فقام ابن قاسم، وكلهم من هنا مش من هناك، فقام المحلي، قام ابن قاسم العبادي حتى يرد في الآيات البينات على نصر الدين اللقاني، وأبحاث في منتهى الدقة وصعبة جدا، بس اللي منذ المشي منها. قال: وقضية النهي الدوام على الكف، يعني يلزم من النهي، وليس هو للدوام، يعني ليس النهي للدوام، يعني ليس الدوام من معاني النهي، وليس من حقيقة النهي، وإنما ها من الأشياء المرتبطة بالنهي ارتباط لا ينفصل، لأن الدوام لازم للامتثال. الامتثال يعني الطاعة والمتابعة وعدم المخالفة. قال: لأن الدوام لازم للامتثال، فإنك إذا قلت للشخص لا تسافر، ما معنى لا تسافر؟ معنى لا تسافر يعني لا تدخل حقيقة السفر، وهو قطع مسافة معينة في الوجود، هذا هو معنى النهي. فإذا أدخلت حقيقة السفر بأي صورة من الصور فقد خالفت النهي ولم تمتثل بالنهي، فقد منعته من إدخال ماهية السفر في الوجود، ولا يتحقق الامتثال إلا بترك السفر مطلقا، وإلا بالامتناع عن جميع الأفراد. أنت نهيته عن الحقيقة، وإذا نهيته عن الحقيقة نهيته عن كل الأفراد، لأن الحقيقة توجد في الأفراد. قلت له لا تدخل حقيقة السفر في الوجود فقد منعته، فلو أنت سافرت إلى ماليزيا
فقد خالفت النهي، لأن الحقيقة التي أنت ممنوع من إيجادها قد وجدت في هذا الجزئي، لأن هذه الجزئيات مشتملة على الحقيقة. زي مثلا الإنسان حقيقته حيوان ناطق، أنا حيوان ناطق، وأنت وأنت كلنا حيوانات ناطقة. يبقى كل فرد من أفراد الإنسان قد اشتمل على جزء من الحقيقة، مش جزء من الحقيقة، لما ينفعش الحقيقة مش مجزأة، يعني الأفراد اشتملت على هذا القدر المتفق عليه اللي هو المشترك. فإذا سافرت يبقى حضرتك خالفت ولم تمتثل، يبقى كنت بهذا الرأي الذي يقول لا تسافر قد منعت عن جميع أفراد السفر، وهو المراد بالدوام. إيه بقى المراد بالدوام؟ خد بقى الحتة دي مهم. المراد بالدوام أن تمتنع عن كل أفراد المنهي في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال. تاني نقول تاني، قالوا المراد بالدوام أن تمتنع عن جميع أفراد المنهي، فمتى أتيت بفرد من أفراد الحقيقة التي منعت منها فقد خالفت النهي ولا يصدق عليك الامتثال. نقطة سين شين. قال فكان الامتثال، فكان الدوام ملازم للامتثال، لأن متى أكون ممتثلا؟ أكون ممتثلا إذا تركت جميع أفراد المنهي. فالامتثال لازم لترك جميع أفراد المنهي. طب أنا ما تركتش جميع أفراد المنهي، يبقى أنت مش ممتثل. سافرت للأسكندرية يبقى مش ممتثل. تركت كل الأفراد يبقى أنت ممتثل. يبقى الديمومة هو ترك جميع الأفراد التي هي مظهر من مظاهر الامتثال، التي هي مرتبطة بالامتثال. فكان الدوام مقتضى من لوازمه وليس من مدلولاته. ده مرتبط بيه ليه؟ لأن إيه المراد من النهي؟ الامتثال. طب وكيف يحصل الامتثال؟ يحصل الامتثال بأن تترك جميع أفراد المنهي ولا تدخلها في الوجود، وهكذا. طيب الحمد لله مسألة حلوة. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على مسألة كبرى تحتاج إلى عناية ورعاية وإلى انتباه، لأنها من المسائل التي تتعلق بالإنتاج الفقهي، مهمة جدا، لأنها من يعني الأمور التي يتفرع عليها كثير من الفروع الفقهية والأحكام الجزئية. قال ويدل النهي المطلق ولو تنزيها على فساد المنهي عنه. طيب ويدل، ده هيختلف بعد كده، هي الدلالة دي منشأها ايه؟ الدلالة على الفساد اللغة ولا العقل ولا الشرع؟ ثلاثة اشياء. ويدل النهي، النهي اللي هو ايه؟ قال له على سبيل المثال، هضرب لكم مثال يعني يكون واضح معكم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات. نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات. يا ترى لو أنا صليت في هذه الثلاثة أوقات، هو نهى، يبقى نهى مطلقا، واخبر حتى ولو كان تنزيها، فهل هذا النهي يدل على أن الصلاة التي أوقعها في وقت الكراهة فاسدة، بمعنى أنه لا ترتب عليها ثمرة أم لا؟ هو ده البحث. قالوا ويدل النهي المطلق، نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، المطلق يعني الذي لم يقيد بأنه مما يدل على الفساد، لأنه قد يأتي مع النهي مثلا ما يدل على فساد المنهي عنه، فحينئذ لا يكون من هذا الباب ولا من هذه القاعدة. ولو تنزيها، يعني ولو كان النهي نهي تنزيه، وهذه غاية للرد على قول يقول بأن الكراهة التنزيهية لا تؤدي ولا تدل على فساد المنهي عنه. ده رأي كده عندنا، بيقول لك لا، الصلاة في الأوقات المكروهة على هذه القاعدة ليست فاسدة، ولكن ده ضعيف. ورد عليه هنا هو، ولذلك ده كمان مش ضعيف، ده في جمع الجوامع بيقول لك والأزهر، هات ياد جمع الجوامع، مش ضعيف ده، الأزهر يعني الأقوى، هات جبتها ولا لا؟ اهو بيقول لك وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، يبقى مقابل الأزهر ايه؟ انه ليس للفساد، ومقابل الأزهر ده ايه؟ ده قوي. خد يبقى هو بيعمل، يبقى الشيخ هنا بص عبارة، ولكن عبارة في غاية من الدقة، قال ولو تنزيها، اسمها غاية للايه؟ للرد على مقابل الأظهر الذي حكاه في جمع الجوامع، لأن جمع الجوامع ده كان هو بالنسبة لهم الكتاب الأم الذي يرجع الإنسان إليه في القراءة والإقراء والتأليف والتعليق والتحقيق، حتى لما بيتعرضوا في الفقه للمسائل الأصولية المتأخرون يقولون وفي جمع الجوامع، زي شيخ الإسلام البجوري يقول لك مثلا وفي جمع الجوامع لا تكلفة إلا بفعل، خلاص كتاب أم أخبرك، اعتمده، صار عليه، أخذه، تعلم عليه وعلمه وألف وحقق فيه وهكذا. قال ولو تنزيها، يبقى دي اسمها يا مولانا غاية للرد، أي للرد على مقابل الأظهر الذي حكاه في جمع الجوامع، وهو أن نهي التنزيه لا يدل على فساد المنهي عنه. يا سلام، ايه ده؟ كتاب حلو. على فساد المنهي عنه، يعني ايه فساد؟ قال اي مخالفته، اي مخالفة المنهي عنه في حال وقوعا، اي في حال وقوعه مخالفته، لأن هنا مشكلها بإيه؟ مخالفته، صح كده، مخالفته يعني مخالفته، الضمير هنا عائد إلى المنهي عنه، وقوعا أي في الوقوع، الشرع، الشرع ده إيه؟ مخالفة، اسم إيه؟ اسم مفعول، مخالفة مفاعلة، يخالف الفعل الشرع، بس كده، في الوقوع، يبقى الفساد هو ايه؟ هو الفعل الذي خالف الشرع بافتراض وقوعه، هو ده معنى كلام، لأن الباء الصحيح معناه ايه؟ قالوا الصحة، مش الصحيح، الصحة
موافقة ذي الوجهين الشرعة، موافقة ذي الوجهين الشرعة. اكتبها عندك كده، تقول كده: الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعة منهما، هي دي الصحة. طب والفساد؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. اهو اقرا بقى عندك كده اخ. يلا. لا المحلي، الجمع، شوف هات العبارة بيقول ايه. والصحة موافقة للوجهين شرعا، وقيل في العبادة إسقاط القضاء. لا، فين بقى الفساد؟ انت قلت هو عرف الفساد بهذا التعريف. ايوه، ما حتى لو ما عرفوش بضدها تتميز الاشياء، بس لو عندك هات لنا برضك. ويقابلها البطلان، وهو الفساد خلافا لابي حنيفه. كمل. ويقابلها ايه؟ اذا كانت الصحه الموافقه فالفساد المخالفه، يبقى اي مخالفته وقوعا الشرع، يبقى دي يا مشايخ تعريف للفساد او البطلان الذي هو مقابل للصحه التي هي موافقه ذي الوجهين الشرعة. خلاص كده. طيب مخالفه الفعل ذي الوجهين ايه؟ مخالفه الفعل ذي الوجهين. اكتب يا سيدي: مخالفه الفعل ذي الوجهين الشرع. الفساد هو زي بالظبط كده هناك، زي موافقة ذي الوجهين، يعني الذي يقع تارة على وجه الصحة وتارة على وجه الفساد، حتى يخرج ما لا يقع إلا على وجه واحد. فما لا يقع إلا على وجه واحد لا يكون لا صحيحا ولا فاسدا ولا أي حاجة. زي المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى ما توقعت مستوفية للأركان والشروط كانت معرفة ولا نقول صحيح، ومتى وقعت غير موافقة لأركانها وشروطها لم تكن معرفة بل كان انقلبت جهلا. ولذلك ما ينفعش هنا يقول لك كمان ذي الوجهين في الباطل ولا الفاسد. الشرع، هذا تعريف الفساد، ومخالفة ذي الوجهين الشرع منها، وينشأ عن الفساد عدم الاعتداد، وينشأ عن الفساد أن الفعل الذي فعل لا يعتد به ولا تترتب عليه آثاره الشرعية حيث وقع شرعا. قال: ويلزمه، اللي هو إيه؟ اللي هو الفساد، عدم الاعتداد به، أي يترتب على الفساد أن الفعل متى وقع فإنه لا يعتد به شرعا. طب وشرعا ديت متعلقة بإيه؟ متعلقة بالاعتداد، عدم الاعتداد شرعا. يبقى العبرة باعتداد الشرع لا باعتداد أي أحد، لا باعتداد المجتمع ولا باعتداد الحاكم ولا باعتداد المحكوم ولا ولا ولا، وإنما الاعتداد إنما يكون من الشرع، من الكتاب، من السنة، من الأدلة المعتبرة. وقيل لغة أشار بذلك إلى أن فهم الفساد في النهي منشأه اللغة، فالصيغة بنفسها بأصل وضعها تفهم الفساد، ولذلك استدل بها العلماء من غير الرجوع إلى شيء آخر بأصل الصيغة. وذلك حصل يعني بالشيوع والذيوع بين أهل العلم، هكذا قال. وقيل معنى، معنى يعني عقلا،
يعني بدلالته على الفساد يدل على الفساد من جهة العقل. طب وجاي منين؟ قال أصل هو لا ينهى عن الشيء إلا إذا كان الشيء لا نفع فيه وهو نفسه ضر ومفسدة. عبادة، أي سواء كان عبادة يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إليه، أو إيقاعا. المراد بالإيقاعات الطلاق المحرم كالطلاق طلاق الحائط، وكذلك المنهي عنه إذا قلنا بنفوذه، وكذلك الوطء المحرم كالوطء في الحيض فإنه لا يحصل به الدخول. ليه؟ لأنه منهي عنه ولأنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية ولا يكمل به المهر. وقد تلاقي المرأة ثلاثا في لفظ واحد عند أبي حنيفة لأنه منهي عنه، لكن عندنا ولا يحرم جمع الطلاقات الثلاث كما في عبارة المنهاج. أو معاملة، معاملة مفاعلة عبارة عن علاقة بين طرفين. إن كان النهي لعينه، يعني إن توجه النهي إلى ذات وعين العين اللي هي إليها الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولذلك يطلق على الشخص عين كأنه كل عين يعني ذات. مش واحد يقول لك يعني أصلا أنا جاي بعد قبل قليل، تقول يا ابن قبل قليل إزاي؟ لا لا بعد قليل مجازاً، مجازاً يا شيخ. أصل قبل بتستخدم بمعنى بعد وبعد بتستخدم بمعنى قبل. مين من العرب اللي قال الكلام ده؟ مين من العرب اللي قال؟ لا يعني خلي بالك أقول لك حاجة، حتى وإن كان، وهذا لا تجوزه القواعد، حتى وإن كان القواعد تجوزه، لكن في حاجة اسمها ذوق، في حاجة اسمها يعني ريحة لغوية. طيب على كل حال درسكم لذيذ وأنا ألذ. كصلاة الحائض يعني مثل صلاة الحائض، لأن الحائضة نهيت عن الصلاة من حيث هي صلاة لا لشيء آخر، فلو صلت دل ذلك على فساد صلاتها في حال الحيض بنفس النهي. صامت كان صومها فاسدا، لماذا؟ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. كصلاة الحائض وصومها، أيوة كصوم الحائض. وكالزنا يعني كالوطء زنا، فإنه نهي عنه من حيث هو وطء حفظا للأنساب، فقد نهي عنه لذاته من حيث هو فلا يحصل به عندنا نسب. ده مدرك للشافعية، لأن الفساد عندنا لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، يعني لا يترتب عليه أي أثر من آثاره، فلا ينسب له الولد ولا يثبت للمرأة المزني بها المهر ولا أي حق من الحقوق. ليه؟ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، ولذلك قال أصحابنا ماء الزنا هدر، يعني لا قيمة له ولا احترام له. ولذلك أجاز أصحابنا الشافعية أن يعقد الشخص على امرأة مزني بها وهي حامل من الزنا. لماذا؟ قالوا لأن ماء الزنا هدر، ده مش موجود أصلا، غير معتبر، لا قيمة له. قال كالزنا حفظا للأنساب، للأنساب جمع نسب. لماذا؟ لأنه إذا فعل بالمرأة ها مع هذا ومع هذا ومع هذا يختلط الود ود مين؟
وهذا ما رأيناه في قصص رأيناها بأعيننا داخل في دار الإفتاء. يشتركون ما هذا ولدي، لا ليس ولدك، وانت لا ده ليس، وهكذا اختلط النسب. المرأة تلتقي مع أكثر من شخص، وهذا وهذا وهذا، وكل يؤدي غرضه ويؤدي رغبته، ثم بعد ذلك تحمل. من الذي ينسب إليه هذا الغلام؟ لهذا أم لهذا أم لهذا أم لهذا؟ فحرم الله ذلك حفظا للأنساب. فحفظ النسب ليس علة، وإنما هو حكمة. لأن واحد ممكن لطيف ظريف يجي يقول لك إيه، يقول لك طيب هو هيزني مع المرأة ولكن هيرتدي واقيا لذكريا، بحيث إنه يتوقع ويحتمي من أن يعني تحمل المرأة، أو يزني مع امرأة مثلا والعياذ بالله تعالى، عافانا الله وإياكم جميعا، مع امرأة عاقر أو بلغت سن اليأس. لو قلنا بأنه علة تبقى مصيبة، بقى مش علة، دي حكمة. الحكمة من التحريم، والحكمة وصف ظاهر منضبط يناط به الحكم. وصف، لا ممكن مش وصف ظاهر، لا الانضباط مش فيها، لا مش فيها، في العلة. العلة وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولكن الحكمة هي وصف وظاهر ولكن ليس منضبط. ولذلك قالوا المشقة مش علة للسفر، دي حكمة، لأنها غير منضبطة. منضبط يعني غير، معرفش حددها بالضبط، قد تكون في هذا غير هذا. ممكن أخونا ده يسافر مع قوة بدنه لا يشق عليه، ممكن في مرة من المرات يكون مشقة وفي غيرها لا يكون مشقة، وهكذا. قالوا واللواط، يعني وكان نهي عن اللواط أي الوطء في الدبر، فإنه قد نهي عنه من حيث إنه وطء في الدبر، فلا يترتب عليه أثره من الدخول ونصف المهر. ولذلك إذا جامع الرجل زوجته في دبورها في أول جماع لهما لا يحصل لها عند الشافعية أي حق من الحقوق، لأنه خالف الأصل وهو الوطء في محل الولد. قالوا لأنه في غير، لأنه الضمير يعود إلى الوطء، الوطء يعني الوطء في الدبر، لأنه أي الوطء في الدبر في غير محل النسل، في غير محل الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم. الذي شرع الوطء لأجله، لأجل إيه؟ الضمير عاد إلى مشايخ النسل. لا أنا لازم بعد كده أفسر الضمائر، صح؟ ضمائركم حلوة. أو لخلل، إيه ده؟ دي معطوفة على إيه بقى لخلل يا مشايخ؟ لعينه، لعينه. وأنت بتقرأ كده لازم تلاحظ، لاحظ يا ولد، لاحظ هذا عشان تبقى فاهم. يقول لك إن كان النهي لعينه، حط على عينه دايرة، وخد الدايرة دي كده أهو، وتحت أو خلل، أو لخلل في جزئه برضك حط عليها دايرة، أو لأمر خارج عنه حط عليها دايرة. يبقى معاك كام؟ لعينه، لخلل في جزئه، لأمر خارج عنه، في واحدة رابعة هيجيبها هو كمان شوي. ثلاثة. طيب قال لعينه أو لخلل أو لأمر، يبقى كم يا مولانا؟ عط على دول دوائر، لأن ده تقسيم للنهي،
لأن النهي إما أن يكون متوجها للذات من حيث هي، وإما أن يكون متوجها لجزء من أجزاء الذات، وإما أن يكون متوجها لأمر خارج عن الذات وخارج عن الأجزاء، لكنه مرتبط بالذات. قد ينفصل قد لا ينفصل، يبقى دولة اثنين. قال ولخلل في جزئه، أو نهي عنه لخلل في جزئه. يعني إيه الخلل؟ يعني لعدم وجود جزء من أجزائه، كالنهي، وذلك مثل النهي الحاصل عن بيع الملاقيح. إيه هي الملاقيح؟ قال الملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها، يعني الجنين البيبي. بيبي مش كده هي بالإنجليزي كده ولا بالألماني ولا بالإنجليزي؟ تهد مش كنت هناك في لندن، مش تبقى معنا في الإنجليزي؟ طب وانت مش بتتكلم بالإنجليزي ولا بتتكلموا إيه هناك؟ ولا انت مش معايا النهاردة؟ بيبي ديت انجليزي ولا الماني؟ انجليزي. بيبي. بيبي. اه بيبي كمان. اه بيبي في دي لغه عربية، لغه انجليزيه فصحى. بيبي. اه امال العاميه ايه؟ ولا انت وانتوا بتتكلموا انجليزي عامي؟ بيب بيب. ممكن يعني مسألة سأل المصريين لو خدوها، صدقني المصريين لو خدوها تاني يوم هتلاقيها 50 لغة. لغة فصحى، لغة فصحى درجة أولى، لغة فصحى درجة تانية، لغة فصحى درجة تالتة، لغة عمية، لغة للجماعة الذين يجلسون يحششوا، لغة للذين يسكرون، لغة للجماعة اللي بيسوقوا الميكروباصات، لغة للتكسجية. المصريين فيهم صدقني إبداع، كل حاجة يحولوها تحويل غريب. أهي بيبي ديت بايبي. بايبي. ها مرة هتلاقي بايبي، واحد يدلعها يقول لك هايبي، والتاني يقول لك بيب بيب، وهكذا. يعني حاجة إبداع وبراعة في التصرف في الأشياء، لا يبقون الأشياء على أصلها. ولخلل في جزئه، أي في جزء الشيء في الحقيقة، جزء الحقيقة، كالنهي عن بيع الملاقيح، أي ما في البطون من الأجنة. الأجنة جمع جنين. طب لماذا نهى الشرع عن بيع الجنين ده؟ أنا شفته في الصنار. قال له لأنه معدوم. والمبيع نفسه يعني وجوده جزء من أجزاء عملية البيع. ليه احنا بنقول ايه؟ البيع أركانه 3 إجمالا و6 تفصيلا، مش بنقول كده؟ الركن الأول العاقد، يعني العاقد يعني بائع ومشتري. الجزء الثاني المعقود عليه، يعني الثمن والمثمن. الصيغة الإجاب والقبول. يبقوا كم دلوقتي؟ بقوا 6 إجمالا و3 تفصيلا، من قبل ومن بعد. 3 إجمالا و6 تفصيلا. لا ما تخلينيش أقول. يبقى لماذا قالوا؟ لأن المعقود عليه اللي هو إجمالي 1-2 تفصيلي مش موجود. اللي هو المبيع، فين المبيع؟ أنا شايف مبيع؟ ما يمكن اللي في بطنها دوت ما هوش مبيع، انتفاخ. يمكن اللي في بطنها دوت لحمة، يمكن تخن أهو، وهكذا. لأن المبيع معدوم حتى وإن
كان محتمل الوجود وهو ركن من الأركان، يبقى نهي عنه من أجل أنه فقد ركنا من الأركان وجزءا من الأجزاء وهو المبيع، أو لأمر، أو كان منهيا عنه لأمر خارج عنه، أي عن المنهي عنه عن الحقيقة، لازم له، لازم له أي لا يفارقه. المراد باللازم هنا اللازم المساوي، بمعنى أنه كلما وجد الشيء وجد هذا الآخر معه، وكلما انعدم انعدم. طيب الصوم، كلما وجد الصوم وجد الإعراض عن الضيافة، بمعنى أنه كلما وجد الصوم وجد الإعراض، وكلما وجد الإعراض عن الضيافة وجد الصوم، فهما متلازمان كصوم يوم النحر. نهى الشرع عن صيام يوم النحر لا من حيث إنه صيام، ولكن من حيث إنه قد اشتمل على معنى، وهو أنه يحصل به الإعراض عن ضيافة الله في هذه الأيام التي هي أيام أكل وشرب وبعال، كما ورد في رواية النسائي. بعال يعني جماعة، قال أيام منى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر وبعال. فهذا مولانا موجود في النسائي. أو لأمر خارج عنه لازم له كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله، يعني لأنه إذا صام تحقق له الإعراض عن ضيافة الله، وإذا أعرض عن ضيافة الله تحقق له الصيام، فهما مرتبطان معا وجودا وعدما. وكالصلاة في الأوقات المكروهة، أي صلاة النفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. وفي معنى النفل المطلق ما له سبب متأخر، وفي معنى النفل المطلق ما له سبب متأخر، مثل صلاة الاستخارة. طيب قال في الأوقات المكروهة، هي الأوقات مكروهة؟ قالوا الأوقات المكروهة من المجاز العقلي، أي الأوقات التي كره الشارع إيقاع الصلاة فيها. الأوقات نفسها مش مكروهة، ده الصلاة اللي جواها اللي مكروه. خبال حضرتك يا سلام، شفت الكتاب ده عظيم، عندك الكلام ده في المحلي؟ كل النص ده من المحلي، كل النص ده من المحلي. قال لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها، عبارة ملكلكة. قالوا لفساد الأوقات، يعني لماذا كان أو لماذا كانت الصلاة في هذه الأوقات، يعني من التي تقتضي الفساد، أو كانت الصلاة في هذه الأوقات صلاة فاسدة، كانت الصلاة في هذه الأوقات صلاة فاسدة، نحو كده. قالوا لفساد الأوقات اللازمة لها، أي للصلاة بفعلها، أي بفعل الصلاة فيها، أي في هذه الأوقات. طيب أي فإنه نهي عن الصلاة
لا من حيث كونها صلاة، بل من حيث كونها في الأوقات الفاسدة. أوقات دي فاسدة ليه؟ أوقات دي فاسدة لأن فيها أشياء لا يحبها الشرع، فإن يعني في هذه الأوقات ممكن أن يسجد فيها للشمس، وفي تعليلات كثيرة في كتب الفقه. اقرأ كده المحل بيقول إيه فيها. وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفتر الأوقات العلمة لها بفعلها فيها. بس كده. هي عبارة المحل واللي أنا بقوله ده من الحواش. ماشي يلا. وكالنهي عن بيع درهم بدرهمين، فالبيع أي فبيع درهم بدرهمين من حيث هو بيع لا حرج فيه، ولكن والصلاة من حيث هي صلاة لا حرج فيها، ولكن لما وقعت في هذه الأوقات الفاسدة اقتاضت الفساد، ولما بيع الدرهم بالدرهمين المشتمل على الزيادة، ما هو ده منهي عنه لما فيه من زيادة، درهم درهمين، البيع من حيث هو بيع لا نهي فيه، وإنما نهي عن البيع من أجل الزيادة المشتملة على العقد المرتبطة بالعقد التي لا تنفك عن العقد، كما أن الصلاة لا تنفك عن الأوقات. الصلاة مش هتنفك عن الوقت ذات، هل يتصور الصلاة بدون وقت؟ لا. أما في المكان في فرق بين الزمان والمكان، لاشتماله أي لاشتمال البيع على الزيادة اللازمة بالشرط، وذلك أمر خارج عن نفس العقد، لأن العقد من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائدا أو ناقصا وصف من أوصاف البيع، لأنه هو لما اشترط وقال له مش هبيع لك درهم إلا بدرهمين صار هذا لازما للعقد في العقد. وما تقرر من أن النهي يدل على الفساد هو ما عليه أكثر العلماء، وما تقرر من أن النهي يدل عندك إيه؟ وأنا عندي يفيد برضك بس أنا بقرأ بالمعنى. وما تقرر من أن النهي يدل على الفساد أي على فساد المنهي عنه وعدم ترتب آثاره وعدم الاعتداد به هو ما عليه أكثر العلماء أي أكثر المجتهدين. أما في العبادة فلمنافات المنهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا به. عبادة يعني إيه؟ عبادة يعني مأمور به، منهي عنه يعني إيه؟ يعني ما تعملوش. فإذا نهي عنه خرج أن يكون عبادة، وإذا أتي به كان عبادة، فهيبقى متضارب. قال فلمنافات المنهي عنه، ما هو نهاك أن تصلي في هذه الأوقات، يبقى خرجت هذه الصلاة في هذه الأوقات عن أن تكون عبادة. فلو قلنا بأنها ليست بفاسدة بل هي صحيحة لكانت عبادة، ولجمعنا حينئذ بين النقيضين، لأن يكون عبادة أي مأمورا به. وأما في المعاملة فالاستدلال الأولين، أو إن يقصد بهم من يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، من غير نكير، يعني من بيقول لك في نسخة أخرى من غير من النكير على غير، إيه ده؟ ماشي، ده في أحد النسخ وهي تصحيف، من غير نكير على فسادها، يعني أنه متى قيل بذلك في عصر السلف الصالح وفي عصر العلماء المجتهدين لم ينكر أحد منهم على من استدل على فساد المعاملات المنهي عنها بقاعدة أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. قال فالاستدلال الأولين من غير أن ينكر عليهم أحد على فسادها، يعني استدلوا على فسادها بالنهي عنها،
لما يجي يقول لك طب وما الدليل يا مولانا على فساد بيع الأجنة في بطون أمهاتها؟ قال له لأنه قد نهي عنها، فدل النهي على أن البيع فاسد ولا تترتب عليه الآثار الشرعية. فكان هذا الاستدلال من غير نكير ومن غير خلاف بين أحد منهم إجماعا سكوتيا. أهو ده بقى إجماع، من السكوت ده إجماع فعلي، لأنهم استدلوا بالفعل طبقوا ونفذوا. وأما في غيرهما يعني في غير العبادة والمعاملة فلظاهر اللي هم غير العبادة، طيب فظاهر أي فظاهر فساده لعدم ترتب ثمرته عليه. يعني واحد طلق مراته وهي حائط، يقع إذا كان مستوفيا لأركان الطلاق وشروطه بأن قال لها وهو مدرك مملك للسانه وحاله أنت طالق، وقلقل القاف هكذا وهي حائط، يقع بلا خلاف بين أحد من العلماء المتقدمين. وأما ذلك الموسوس الذي يدعى أنه يعني مدرس في الأزهر فذاك عقلية مشوهة ونفسية مدمرة. المشكلة عنده أنه لم ينضج النضج العلمي الكامل على أيدي العلماء، وإنما تربى على الملازم، وإنما تربى على شق المحاضرات لا المحاضرات الكاملة. قال أبو حنيفة ثبت عند حماد فنبت، فليسمي ذاك الدعي لنا شيوخه حتى نعلم، ثم بعد أن يسميهم نقول له كذاب ورب الكعبة إنك لم تنتفع بهم، لأنك لو انتفعت بهم ما أتيت بهذه المناكير وما أتيت بهذه الشذوذات، ولا تعقبت كل شاذ تفتي به الناس وتخرجهم عن دين الله أفواجا. وأما في غيرهما فظاهر، فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه. شفت بقى هو ده الرابع، اعمل عليه دايرة. غير لازم له، يبقى دي مقابل لإيه؟ لأمر خارج عنه لازم له، لأمر خارج عنه غير لازم له. حط دي رقم 4 وعلم عليها، يبقى عندك الحالة كام؟ 4 كده. لا ما ينفعش كده، ما حدش يشوف ده. أقول لك بيعمل ده إخوانه ومش لا ولا لنا في الكلام ده أصلا، الحمد لله الجميع يعرف. فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه غير لازم، لخارج غيري، خلي بالك غيري دي الصفة اللي خارج، يعني لخارج موصوف بأنه غير، خلي بالك من الحاجات دي عشان لما تدرس الكتاب ده. لازم عنه أي لازم مساوي، فالمنفي هو اللازم غير المساوي، أما الأعم فلا ليس يعني بمنفي، يبقى غير لازم يعني غير لازم مساوي الذي إذا وجد وجد وإذا انعدم انعدم، كالوضوء يضرب لذلك أمثلة بقوله كالوضوء بماء، كالوضوء بمغصوب يعني بماء مغصوب لإتلاف مال الغير. الوضوء من حيث هو لا نهي فيه، لكن إن توضأ بماء الغير حرم عليه ذلك، وهو منهي عن أن يستعمل مال الغير إلا بإذنه. يبقى نهي عن الوضوء بماء الغير، لماذا؟ قالوا لأن الوضوء
يؤدي إلى تلف الماء وهو منهي عن تلف الماء. طيب يبقى ده مش لازم، لأن أنا ممكن أتوضأ بغير هذا الماء. كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف ماء للغير، والوضوء يحصل بدونه، أي بدون هذا الماء المغصوب، واضح؟ فالإتلاف الذي نهي عنه يحصل بغير الوضوء، كما أن الإتلاف يحصل بغير، يعني الوضوء يحصل بغير هذا الماء المغصوب، والإتلاف يحصل بغير الوضوء. فصار الإتلاف الذي هو محرم عليه في الحقيقة منفصل عن الوضوء، غير أنهما يجتمعان في نقطة وينفرد، يعني الإتلاف في نقطة وينفرد الوضوء في نقطة. أعم بقى مش بينهما أعم ولا لأ؟ الإتلاف هاخد المية وارميها، إتلاف ولا مش إتلاف؟ هتوضأ بالماء غير المغصوب، ماشي. طيب هتوضأ بالماء المغصوب يبقى أنا هتلفه. طب هتوضأ بغير الماء المغصوب، حصل الوضوء بغير هذا الماء. طب هتلف الماء بغير الوضوء، حصل الإتلاف. فالإتلاف كما يحصل في الوضوء يحصل في غير الوضوء، والوضوء يحصل بدونه، أي بدون الماء المغصوب. وكالصلاة في المكان المغصوب، لماذا؟ لأنه قد نهي عن شغل البقعة الغير بكل أنواع الشغل، سواء كان بصلاة، كان بقعود، كان بدرس علم، كان بنوم إلى آخره. كالصلاة في المكان المغصوب، ولأنه شغل البقعة قد يحصل بغير صلاة، كما أن الصلاة قد تحصل في غير هذه البقعة المغصوبة. وكالصلاة في المكان المغصوب أو المكروه، أو كذلك الصلاة في المكان المكروه كالحمام ومعاطن الإبل والكنيسة والآخرة. وكصلاة الحائض أو النفساء، وكطلاق صلاة إيه؟ وكطلاق، معلش حصل لي انصراف جمجمة مش انصراف فصر. قال وكطلاق الحائض، يعني ومثل طلاق الحائض. وأضاف هنا بقى الطلاق للحائض، لا لكون الحائض هي التي توقع الطلاق على نفسه، ولكن لأنها محل لإيقاع الطلاق عليها. يبقى ده من إضافة المصدر إلى الإيه؟ إلى المفعول. طلاق الرجل، الرجل الحائضة. والنفساء معطوف عليها، فليس النهي من حيث كونه طلاق، بل لما ذكره الشارح هنا من إنه يؤدي إلى تطويل العدة، وتطويل العدة إذاء للست. يعني أنت هتطلقها وهي حائض، هتعمل إيه؟ هتنتظر فترة الحيض، ممكن تبقى 7 أيام، ممكن تبقى 5 أيام، ممكن تبقى 2 يومين، ممكن تبقى 15، يبقى هتزود عليها العدة وهي في حالة مزرية جدا، لأنها طلقت ولأنها جرحت وتريد أن تخرج من ربقة الزوج، مش عايزة يكون بينها وبين الزوج حتى عدة. وكاعتاق الراهن الموسر الرقيق المرهون بغير إذن مرتهنه. اعتاق الراهن الموسر الرقيق المرهون، يعني أنا موسر الحمد لله، اللهم آمين. العيال مش عايزة تقول آمين بنفس، طب ما نيش مدرس لكم، قول اللهم آمين. آمين. البنات ما بيقولوش، مش كده، قولوا آمين من جوه قلبكم. طيب صلوا على النبي. أضرب لكم مثال بهذه المسألة، أنا موسر وأخونا خيري ذهبت إليه، أو هو أتاني وهو موسر أيضا، وقال لي أنا أريد أن أقترض منك 5000 رنجت. الرنجت هو الأصل الآن. فقلت له طيب أعطني رهنا زكى العبد الذي عندك.
فأعطاني العبدران وأنا أعطيته 5000 رنجت. بعد ذلك أخونا خيري الحمد لله ربنا كرمه حصل على الدكتوراه ففرح بذلك وسر سرورا شديدا، فقال لذلك العبد أعتقتك. يبقى أخونا خيري ده إيه؟ راهن. جميل. وأنا مرتهن والعبد مرهون. فأخونا خيري أعتق المرهون بغير إذن المرتهن، لكنه موسر، يعني هعرف أوصل لحق. صحيح ولا مش صحيح؟ قال والله هو منهي عنه، ولكن هذا النهي واخبال حضرتك لا لذات الاعتاق، وإنما لما فيه من التعدي على حقي أنا، وإن كان منهيا عنه. لماذا؟ لأنه تعدى على الوثيقة، تعدى على حقي، لأنه أعتقه بغير إذني، لأنه تعلق به حق المرتهن. ضيعت حقي منك لله خير. والتفويت، طب أنا ممكن أفوته بأن أنا أقتله، مش لازم أن أنا أعتقه. أخونا خيري بدل قالوا له طيب خلاص يلا روح ماليزيا، فقتل العبد. يبقى فوت الوثيقة ولا ما فوتهاش؟ كما أن العبد الذي هو الوثيقة قد يفوت بالإعتاق، قد يفوت بالقتل، بس هو مش هيقتله، مش هتمشي ما تخافش. قال وكالبيع وقت النداء، يعني في وقت نداء الجمعة، يعني في وقت الأذان أيضا. هذا البيع منهي عنه، لكن لا لذات كونه بيع، ولكنه لأنه قد يفوت صلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة قد تفوت بغير البيع. يقعد يتفرج على التلفزيون، ينام وهو بعد ما أسمع أذان الجمعة، وهكذا. والبيع يوجد بدونه، بدون التفويت، والتفويت يوجد بدون البيع. ثم تكلم على مسألة أشبه بالتفريع الفقهي. خلي بالك أصل الأصول والفقه الاثنين إخوات، وتقريبا كانوا توأم فلا ينفصلان. قال وما شك في كونه بلازم، يعني في شيء نهي عنه، وهذا الشيء تعلق بوصف، هذا الوصف الذي نهي عن هذا الشيء من أجل هذا الوصف شككنا فيه، يا ترى هو لازم أو غير لازم. شككنا في كون هذا الوصف لازم لهذا الفعل الذي نهي عنه أو ليس بلازم لهذا الفعل الذي نهي عنه. وما شك في كونه بلازم، يعني نهي عنه بوصف أو لوصف لازم به لا ينفك عنه، أو بغيره، أو نهي عنه لوصف شككنا في أنه غير لازم، حملناه على الفساد، أي جرينا به نحو الوصف اللازم لأنه أحوط، كاللازم كما قاله ابن عبد السلام. وقيل بانتهينا كده خلاص، هنقرأ المذهبين دول. صعبة المسألة، المسألة من أمتع المسائل، وهذه المسألة قد أفردت بالتأليف. وقيل إن النهي لا يفيد الفساد أصلا، يعني مطلقا، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في أي شيء. طب والفساد يا مولانا هنعرفه منين؟ قالوا الفساد يحتاج إلى دليل جديد آخر غير قضية النهي، غير دلالة النهي، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي، وهو قول الأشعري
أبو الحسن إمام أهل السنة، والقاضيين أبي بكر الباقلاني وعبد الجبار المعتزلي وغيرهم، واستدلوا لهذا المذهب بأن النهي لو دل على الفساد لكان التصريح بصحة المنهي عنه تناقضا، أو لو دل على الفساد لكان التصريح بأنه يفيد الفساد تكرارا، وكل منهما باطل. أما يجي يقول لك النهي يدل على الفساد، ماشي ماشي، صيغة لا تفعل تدل على فساد المنهي عنه. طب لو قال لك بعد كده لا تصلي في هذا الوقت، وإن صليت فالصلاة صحيحة، وإن صليت فالصلاة صحيحة، يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ آه، لأنه قال لا تصلي أي صلاة فاسدة، وإن صليت فهذه الصلاة الفاسدة صحيحة، يبقى تناقض. يا أولادي الإيه؟ علماء، علماء كبار. قال له أو يكون تكرار، إزاي بقى مولانا تكرار؟ قال له هيبقى كأنه قال لا تصلي صلاة فاسدة، وإن صليت فصلاتك فاسدة، فكأنه قال الصلاة فاسدة الصلاة فاسدة، يبقى تكرار ولا لا؟ يبقى تكرار. قالوا بقى إيه؟ قال له بس أنا ماشي معاك بس بالراحة. قال له ده الفساد ظاهر في اللفظ، يعني دلالة اللفظ على الفساد دي دلالة ظاهرة، فإذا ذكر معها الصحة فقد تعارض الظاهر والصحيح، فيقدم الملفوظ على الظاهر. ده بطريقة قريبة يعني وسهلة، نوقش بأن اللفظ ظاهر في الفساد لا نص فيه وعليه، فهو محتمل للفساد للفساد وللصحة، وهو أرجح في الأول. إما إمتى يبقى التناقض يا مولانا؟ قال له التناقض لما يكون اللفظ نص في الفساد، فلو كان اللفظ نص في الفساد يبقى في تناقض، لأنه لما قال لا تصلي كأنه صرح بقوله لا تصلي لأنها فاسدة، ثم بعد ذلك يقول لي أنها صحيحة، يبقى في تناقض. أما لو كان اللفظ يحتمل الفساد ويحتمل الصحة، غير أنه أرجح في الفساد عن الصحة، فإنه حينئذ لا يكون ذكر الصحة بعده من قبيل التناقض، ده من قبيل ترجيح الضعيف على القوي بالدليل، اللي هو الرجح بالإيه؟ الظاهر بالدليل. وقيل إنه يفيده مطلقا، يعني في الأحوال الأربعة السابقة، يعني أن النهي يفيد الفساد فساد المنهي عنه في كل الأحوال الرابعة، إذا نهي عنه لعينه، وإذا نهي عنه لجزئه، وإذا نهي عنه لخارج ملازم، وإذا نهي عنه لخارج غير ملازم، في العبادات والمعاملات، سواء كان ذلك في العبادات وفي المعاملات. والعلماء احتج العلماء لهذا الرأي بأن المجتهدين ما زالوا يستدلون على فساد المنهي عنه بغير تفصيل، ما فصلوش التفصيلات دي اللي هم المجتهدين السابقين. وحكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن جمهور أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وحكاه ابن السمعاني صاحب القواطع عن أكثر الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي، وقال ابن السمعاني أنه الظاهر من مذهب الشافعي الذي يظهر من خلال تفاريع وتخاريج الإمام الشافعي والأصحاب في الفقه. وقيل إنه يفيده في العبادات دون العقود، قالوا لأن العبادات شرعة لمصلحة أخروية وهي الثواب، ولذلك كان الأمر بها مقتضيا حصول الثواب عليها، فمتى فعلت على هذا الوجه المطلوب أفادت الثواب، ومتى جعلت على غير الوجه المطلوب أفادت العقاب وأفادت
يعني غيره موضعت له. طب هي العبادات موضوعة ليه؟ موضوعة للتعبد، موضوعة للتقرب. أتيت بها على وجهها استفدت بها الثواب، أتيت بها على غير وجهها لا ثواب لك فيها مطلقا. قالوا دون العقود، فالعقود لا تفيد يعني الفساد مطلقا. وبه قال أبو الحسين البصري وحكاه ابن الصباغ صاحب الشام عن متأخري أصحابنا. طيب انتهينا ونقف عند هذا الحد، ونأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل بقية درسنا. مبارك عليكم، احنا شغالين كويس.